قال لي ان الموضوع خلص وانتهى، بعدين اكتشفت انه بعده عم بيتعامل مع حليم. اول ما عرفت جيت دغري خبرتك. خبرتني لانه مرتك خبرت ساره. ما بدك تطلع قدامي صغير، بدك تطلع قدامي بطل وشهم. قلت بلا ما اعرف طريقه ثانيه، فلهيك خبرتني. لا، انا هون لاني غلطت بحقك وما بدي نرجع اعداء. اوعى تفكر اني هون كرمال الشركه. هيدا اخر هم الشركه. انا هون لانه ما بدي اياك تزعل. هالقد انا كان شكلي بيقطع القلب لما بكيت على كتفك واعتبرتك خيي؟ هالقد؟ هالقد انت هلا شفقان علي؟ لا، مش هيك الموضوع. بعطيني فرصة تانية لأثبت لك حسن نيتي. أنا مرتين أعطيتك فرصة. أنا مرتين صدقتك وبالمرتين طعنتني. طعنتني بقى فضاري. المرة الثالثة بطلع أنا واحد ما بفهم، واحد غبي. تعرف شو اللي قاهرك أنت هلأ؟ إنه الأمور طلعت برا سيطرتك، صارت بإيد خليل. خليل، خليل يلي ما بعمره بينفع لشي ولا رح ينفع لشي. هلأ أنت عندك استعداد تعمل اللي بطلب منك، بس مشان شو؟ مشان أنا اتراجع عن قراري؟ أنا ما رح اتراجع عن قراري، وحياتك ما رح تراجع عن قراري. تعرف ليش؟ لأنك أنت يا فارس واحد أناني وما بتحب إلا مصلحتك، ومصلحتك فوق الدنيا كلها. عرفت ليش؟ أنا عم عاقبك بخيك، بدي عاقبك بخيك. ما رح بعيد لبعيد، انتو اخوي بين بعض، اخوي بين بعض. موفق.